هلا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كل شيء اليوم معلم حبايبنا. اليوم راح ندخل السيرفر مطول حبايبنا، وعندنا كثير من الاشياء اللي موجوده حبايبنا. ركزوا بقى يا حبايبي، الله يسعد ليكم، ان شاء الله مبارك على الجميع. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. ليش كل عام وانتم بخير؟ ليش كل عام وانتم بخير معلم؟ اوكي. المهم حبايبي، صلوا على الحبيب ولا تنسوا من اللايكات والشيرات والمشاركات والبرتاجات وتفعيل زر الجرس وكل هالاشياء. بلام يعني زبطونا الوضع، الله يسعد ليكم. اوكي شباب، مثل ما انتم شايفين الان انا بسيرفر المطورين حبايبي الكرام. طبعا شباب، انا دخلت وبحثت وشفت، اليوم راح نشوف اغلب الاشياء المتواجده شباب. اذا في اشياء زياده شباب ما شفناها مع هذا المقطع راح نعلق لكم اياها على البث المباشر باذن الله تعالى شباب، على الفيسبوك، على الفيسبوك تحت بالرابط تحت الوصف يا صديقي. اوكي شباب، اول شيء شباب، يعني بعد ما البحوثات اللي شفتها في السيرفر وكثير من يعني الاشياء اللي شفتها، رح ندخل اول شيء شباب عنا اليوم. هيك اول شيء شباب عنا شخصيه جديده شباب. طبعا شخصيه جديده حبايبي طورتها ماكس. اوكي، هي الشخصيه شباب شخصيه غامضه، تمام، مو مبين شكلها ولا شيء. اوكي طيب، تبعتين الرابط، هي بتعرف هذا السيستم الرابط، ما في مشكله. عنا هون الشخصيه شباب، ركزوا معي كيف. اوكي ركزوا معي شباب، هي الشخصيه شباب هي عباره عن، ركز معي، مكو شو اكتب، تطلق طائرة بدون طيارة باتجاه اقرب عدو. يعني شباب انت الشخصية هاي عندها مثل درون، يعني مثل ما انتم شايفين هاي الدرون هذا معلم هذا. اوكي راح ندخل نجرب نفرجيكم يا شباب، وعندنا بينطلق لمسافة امامية 50، يعني 50 يعني اكيد 50 يعني مسافة امامية. المهم شباب، مما يخلق انفجار نبطا قدره 5 امتار، مما يقلل من سرعة الحركة بنسبة فهمتوها معلم؟ يعني باختصار نجيكم من الاخر شباب، ركزوا ركز معي كيف معلم. هاي الشخصيه عندنا درون، بنضغط عليها بيصير هذا الدرون وبيعمل بدخل افرجيكم. اوكي حبايبي، خلونا ننزل بشي مكان ما يكون فيه كثير. طبعا شباب بالنسبه للخريطه معلم، ما لاحظت اي تغيرات، تمام. هذا الشيء شباب راح نشوفه ان شاء الله عقب، بس ولكن شباب في اشياء راح نفرجيكم اياها. طولوا بالكم معلم. اوكي خلينا بس ننزل كلوك تاور شباب، نحاول نجرب الشخصيه هاي. تمام معلم، ما عاد لا نسر ولا شيء انا. ايه تمام اوكي، هات لنشوف. انزل من هون، انزل من هون يا جدعان. طب نشوف هون، وال علق وال علق علق علق، الله علق 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 علق. طب شوف هون الصندوق، عجب ما في حدا معنا معلم. وين شوف شوف البرج معلم كيف، ولا في واحد جنبي؟ هذا شكله لاعب معلم، يهديك يا ربي، لاعب مظبوط هذا معلم. وين وين راح يشويني شوي. اوكي اوكي معلم، اوكي اوكي خليك ريلاكس. اوكي يلا انزل يا اخي. يا اخي كم يطول هذا يا اخي؟ وين وين كم يطول هذا شباب؟ كم يطول؟ انا عشان بدلك، انا مش هديك. لا 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 لا، هدي 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 هدي. اوكي معلم مش الحال، موت. هاي واحد اخذنا اول واحد معلم باللوز. لويت لويت حلو. هذا شوف شباب، حاب افرجيكم الشخصيه يا حبايبي، ركزوا معي كيف. طبعا الشخصيه شباب مثل ما انتم شايفين راح ترسل الان درون مثل شيء على اللاعب. اوكي يعني يجمده يجمده يعني يجمده ويقلل كل شيء فيه، فهمت علي؟ بنفس الوقت راح يدمجه، تمام. وين هذا؟ بدنا بس نشوف الواحد شيء واحد. قول لي اوكي شباب، عندنا هناك عدو الان، ركزوا معي كيف حبيبي شو راح يعمل فيه. ركزوا معي كيف، جاهز الترجمة معلم. اوكي تعالوا تعال 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 تعال. شوف شباب راح نضرب هلا الضربه الان، نضرب هيك. اوكي ايه شوف، ركزوا معي كيف، ويييي انطلق بام. شوف معي معلم، صار بطيء، صار كل شيء دمج يعني 21 وكل شيء، شايفين معي كيف؟ يعني بطه بيصير وكل شيء. يعني هل الشباب هل سكين؟ قول لي هذا يموت معلم. حتى لاحظت عليها شاب يعني سرعتها كثيره. اوكي خلينا هذا معلم عشان ما يقتلنا، نخليه معنا، خليه موجود. اوكي عشان نجرب مره ثانيه. اوكي شباب ركزوا لي عليه، ركزوا لي عليه، هذا على هذا ركزوا لي عليه. اوكي تعال اضرب، شوف ركزوا على الضرب، هو قاعد عم بضرب فينا. اوكي عم بضرب. اوكي شو الموقف هون معلم؟ طيبه طيبه، خلي بس ركز ركز ضرباتك، يهديك ربي. اوكي شوفوا هذا حبيبي والله، شوف له واحد ثاني، شوف له واحد معلم. هذا بدون هذا معلم حبيبي والله مخربين. طولوا شوف هذاك، طولوا بالكم هذا، شوفوا لي هذا شباب، ايش فرجيكم شباب، شوفوا الضربه تبعته كيف راح يختلف. عم بضرب فينا هيك، بيضرب 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 بيضرب. راح نجرب نضرب الضربه الشخصيه. اوكي نفعل الشخصيه، بام هذا الشيء.
شفت البطل كيف صار حبايبي؟ شفت البطل كيف صار؟ يعني بلوز يمان. حلو، جربنا شخصيه فرجي لكم اهم شيء يعني بهالشخصيه حبايبنا، اوكي؟ يعني شباب مثل ما انتم شايفين هون على التادية يعني 90 ثانية ليفل ماكس النقصة 35، فهمتوا علي كيف؟ وهذا هي بالنسبة للشخصية بس، ولكن شباب خلينا ندخل على الأسلحة. في سلاح جديد، هذا خبر كتير حلو شباب بالنسبة إلي يعني، وهلا إنه هذا السلاح شباب هو قناص معلم ام 24 يا اساطير. طبعا حبايبنا ركز معي، هي بنطقية قنص خفيفة تتمتع بحركات عالية ومعدل اطلاق نار وسريع. يعني شباب باللوز هذا السكن الجديد، اوكي مسكن سلاح جديد. بس ولكن للاسف شديد شباب دخلت على التدريب ما شفت الجماعه، ما قدرنا نجرب، بس ولكن عم نجرب شباب، حاولوا ندخلوا. للاسف شديد شباب بتعرفوا يعني كل سلاح بنزل جديد بنضل هون ندخل نجربه. للاسف شديد مش موجود هذا السلاح هون يا اساطير. طبعا هون شباب مكتوب دنيو، طبعا لحد الان ما ضافوا هون. طيب عندي اوكي، شوف مره ثانيه يعني اوكي. طبعا شباب في شيء ثاني شباب ضافوه باللعبه شباب، اللي هو النظام الخمسه ضد خمسه شباب مثل ما انتم شايفين، يعني خمسه ضد خمسه حبايبي. هذا نظام متفجر يعني، بتلعب خمسه ضد خمسه. واول ما ندخل على المكان الرانكت شباب هون على اليمين، طبعا هون اختلف الشكل تبعه اوكي مثل ما انتم شايفين حبايبي، عن اربع دول مصنف. طبعا انا كنت بتحمس يعني قلت لحالي ممكن يحطونا الذئب الوحيد ولكن ما حطونا يا اساطير. عندنا هون متفجر شباب، المتفجر ترى حيكون هذا الموسم الاول يعني، فهمتوا علي كيف؟ الموسم الاول شباب راح يبلش يعني، راح يصير شيء يعني مثل المواسم يعني مثل الكل يعني، فهمتوا علي كيف؟ شفتوا كيف خمسة ضد خمسة راح يكون هذا المود شباب. لكن حاولت ادخل اجربه بس لكن ما شفته للاسف الشديد. ايوه شباب ركزوا معي كيف حبايبنا، في شيء هون انتم معلم مالكم شايفينه، نسيت اقول لكم اياه، ركزوا معي هون. في هون شيء شباب، هون شيء صراحه ما فهمت له، اللي هو المختبر. طبعا هون ما عم موجود شباب شيء اضافي اكيد جديده، اوكي رح نكتشفها ان شاء الله مع الوقت. اول ما يعني يفتحوا هالمختبر رح نشوفها ان شاء الله حبايبنا، ونقول لكم شو هي داخل المختبر. اكتبوا لنا بالتعليقات شباب شو تتوقعوا هن. ايوه وهيك بكل شباب شفنا الشخصيه الجديده والسلاح الجديد. طبعا ما مثل ما قلت لكم ما قدرنا نجربه لانه ما مو موجود بالجيم، موجود بس بالمكان هون بس مو موجود بالجيم. وشفنا الباقي الاضافات بس، ولكن شباب في شيء ثاني شباب ما فرجيتكم اياه، اللي هو شباب طبعا اكيد الحيوان الاليف شباب. عن اليوم حيوان الاليف معلم القرش، عن جد شباب مو طبيعي الحيوان. شوف ركز معي، طبعا هذا الحيوان معلم عنده بيصمت اللاعب او يقصي داخل دايره نصف قطرها 25 متر، سيحصل ملك وزملائه على 400 ضعف من سرعه الحركه. يعني شباب هذا معلم راح يدعمنا باختصار، هذا القرش معلم راح يظبطنا معلم بالفريق وكل شيء. ركز معي كيف، عندنا نسخة اللاعب او يقصد داخل دائره قصر تقدرها 20 مترا، المالك وزملائه 400 دفعا من سرعه الحركه. يعني شباب يعني 400 معلم راح بلوس. هذا بالنسبه للمرافق هذا. خلينا نشوف شيء ثاني شباب، اذا في مرافق ثاني. لحد الان ما في اي شيء شباب، اول ما ينزلوا اي اشياء شباب راح نقول لكم اياه باسرع وقت. طبعا شباب بنصير مطورين مرات بينزلوا اشياء بعد ايام مرات يعني حبيب والله. اوكي حبايبي هيك بكون انتهى مقطع اليوم يا اساطير، ان شاء الله عجبكم مقطع حبايبنا، ان شاء الله يعني فرجيتكم اهم الاشياء. طبعا راح نفرجيكم اشياء والاشياء مع الوقت ان شاء الله على البث مباشره، نكتشف انا كمان راح نكمل اكتشاف ما اكتشاف. حبيت انزلكم بس اهم الاشياء اللي راح تنزل بالسر التحديث الجاي. وحبيبنا حبايبنا الكرام ان شاء الله استمتعتوا معنا، بنشوفكم على خير، يومكم سعيد وكل عام وكل عام بخير. ليش كل مره كل طلع معه وكل عام بخير معلم؟ لا ممكن يعني قصدي اقول الجمعه مبارك عليكم جميعا ويومكم سعيد. نلتقي ان شاء الله المسيح باللايف ستريم او بعد شوي على العصريات. سلام عليكم.